وجبهة التحرير الوطني نحن حارسين منذ سنتين على إحياء تاريخ، لأن يا جماعة الخير نقولها بقناعة وبتواضع ولكن بشرف والرأس مرفوع، الجزائر بدون أفلان مش جزائر، والأفلان بدون جزائر مش أفلان. الأفلان قلتها وكررها مدبر مخطط ومنظم الثورة، منظم الشعب الجزائري. الأفلان البناء والتشييد منذ 62 لحد الآن، ما نتكلمش على القادة ولا نتكلم على الأفلان كأفلان، يبقى في التاريخ للقرون والقرون والقرون. لهذا لما المناضلين يقولوا أفلان أفراسك يبقى، قول أفلان ونص.